بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هوريكم إن شاء الله دلوقتي إزاي نعمل صلصة الطماطم ونشيلها بره التلاجة وبره الفريزر في المطبخ عادي كده من غير ما يحصل لها أي حاجة. أنا صممت أشيل لكم برطمان من اللي أنا عملته من السنة اللي فاتت، منتهى الأمانة والصدق، ده من السنة اللي فاتت زي دلوقتي تقريبا. هفتحه قدامكم أهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت الصوت اهوت. بسم الله، شايفين شايفين جمالها ما شاء الله، من السنة اللي فاتت وهو عندي وشايلاه وبستعمله وقت محتاجه. بس طبعا اول ما افتحه لازم احطه في التلاجة، ما ينفعش اسيبه بره. طيب تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل صلصة الطماطم ازاي. انا عندي طماطم هجيبها واقطعها. انا بقطعها ازاي؟ بشيل الجزء اللي تحت ده طبعا وبتخلص منه، واجيب الطماطمايه لو كبيره هقطعها 4 اجزاء، لو صغيره هقطعها جزئين اتنين بس. وبعدين بعد ما اقطعها من غير ميه ومن غير اي شيء بحطها على البوتاجاز كده في الحله، واعلي عليها النار في البدايه لحد بس ما ايه، ما الطماطم تنزل ميتها، وبعدين اهدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها. تعالوا دلوقتي انا هخلص الكمية ان شاء الله كلها واحطها على البوتاجاز واوريكم هعمل فيها ايه. قبل ما انسى، انا بضيف عليها واحدة بنجر صغيرة كده، لو مش حابة تضيفي بنجر خلاص مفيش مشكلة، اذا الطماطم بتاعتك حمرة مفيش، مش هتحتاج البنجر ان شاء الله. انا برضو هضيف عليها البنجر بحيث يعطيني لون حلو. تعالوا بقى هخلص الكمية ان شاء الله ووديها على البوتاجاز واوريها لكم. طيب خطوة مهمة جدا، انا حطيت دلوقتي الطماطم على البوتاجاز وبتغلي زي ما انتم شايفين اهوت. بعمل حركة بتسهل عليا وبتأثر عليا الوقت، انا باخد المية اللي بتنزل من الطماطم دي وببعدها كده عشان الطماطم ما تاخدش وقت كبير مني على البوتاجاز وانا بسويها، وبعدين ان شاء الله رب العالمين هتكون مركزة اكتر لما اشيل المية الزيادة دي. المياه دي براحتك، انت ممكن تستعمليها لو بتطبخي حاجه دلوقتي وعايزه تزودي بيها بالمياه ديت لانها حلوه مش وحشه، او ممكن تتخلصي منها زي ما انت عايزه، بس انا اهم حاجه عندي اقلل الوقت اللي انا هستهلكه من على البوتاجاز في تسويه الطماطم اهو. قدر الامكان هتخلص من المياه، اهم حاجه اسيب اللب منها واطلع الميه عشان اقصر الوقت، وعشان برضو لما اجي اخزنها ما تاخدش مني برطمانات كتيره، تكون قليله بس مركزه في نفس الوقت. تهيالي كده كفايه قوي، كفايه. بعد ما الطماطم الحمد لله استوت على البوتاجاز طفيت عليها وسبتها ترتاح ساعة عشان اعرف اضربها في الخلاط من غير ما اخرب الخلاط. شوفوا انا كده هرجعها تاني على الخلاط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا عليها البنجر عشان يعطيها لون احلى. بسم الله، الطريقة دي ان شاء الله هتنفعنا في رمضان، تفرزي سوري تحضري الطماطم وتجهزيها من دلوقتي. وطبعا الطريقة دي هتعتمدها اي ست موظفة، هتوفر عليها وقت كتير. كفاية كده، هضرب كل الكمية ان شاء الله في الخلاط وارجعها تاني على البوتاجاز. بعد ما ضربت الطماطم في الخلاط رجعتها تاني على البوتاجاز، اخر حاجة هعملها ان انا هضيف عليها معلقة ملح وكمان معلقة سكر، وطبعا اللي هيساعدني في حفظها هو الزيت، هضيف عليها كمان شوية زيت بس، كفاية كده قوي. ودلوقتي هسيبها على البوتاجاز للمرحلة اللي انا عايزاها. انا ممكن اتحكم في السمك اللي انا عايزاه، مثلا انت ممكن تسيبيها اول ما تغلي تعبيها على طول وخلاص مش محتاجة حاجة، حد تاني يحبها تكون مركزة اكتر من كده هيسيبها على البوتاجاز قد ساعة كمان ولا حاجة لحد ما المية بتاعتها تجف شوية. انا شخصيا هسيبها كمان ساعه تقريبا عشان الميه اللي فيها تجف شويه، وبعدين ان شاء الله هرجع اوريكم هعبيها ازاي. كده الحمد لله قوام الصلصه الى حد ما مناسب اهيت، شايفين اهي الحمد لله. هطفي عليها البوتاجاز دلوقتي، والاهم شيء بالنسبه لعمل الصلصه دلوقتي ان انا فورا
اعبيها في برطمانات. انا عندي هنا برطمانات ازاز، طبعا لازم تكون برطمانات ازاز، هعبيها فورا وهي سخنه كده واقفل عليها مباشره، عشان ان شاء الله هو ده اللي هيحفظ الصلصه لمده سنه كامله من غير ما يحصل لها اي حاجه. كده تمام قوي. هجيب بس كلينكس وامسحه من بره اهوت، وهقفله فورا كويس جدا. بس كده تمام ان شاء الله رب العالمين، هقدر احفظه لمده سنه كامله مش هيحصل له اي حاجه. اساسا انا وانا ماسكه ايدي بيه دلوقتي حاسه ان البرطمان الغطا انتفخ، معنى كده ان الحراره خلاص عقمت البرطمان وجاهز للحفظ في اي مكان، تحفظيه في رف المطبخ، تحفظيه في اي مكان مش هيحصل له اي حاجه ان شاء الله لمده سنه. هكمل بقيه الكميه واوريكم الشكل النهائي. الحمد لله انا خلصت الصلصه، عملوا لي 3 برطمانات كبار ان شاء الله رب العالمين. طريقه تعجبكم، طريقه تكون سهله وان شاء الله تنفعكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب.